ليله صافيه رائعه، جو كوره اليوم، جو كوره يا جماعه. لو كنت مكان لاعبين راح اسجل هاتريك في مباراه اليوم. كل شيء جاهز لمتابعه ممتعه. يا الهي على هذه الاجواء الجميله، منتظر كره قدم ممتعه اليوم. ننتظر ان نشاهد عمل رائع من اللاعبين، يكون فيها اهداف، فيها متعه، فيها اثاره، فيها مستوى عالي، فيها كوره. يا الهي، مباراه اخرى داخل هذه المباراه، مشتعله الاجواء في المدرجات، الجماهير لا تهدأ، الصخب عالي في ملعب رائع، واحد من اجمل الملاعب العالميه على الاطلاق. اما الان مع النشيد الوطني لبلجيكا. ننتقل إلى النشيد الوطني للمنتخب الآخر. هي البداية إذن. روزوفيتش، كوفازيتش، روزوفيتش، كوفازيتش، كرة طويلة للأمام، يتواصل اللاعب برمية التماس. فيتسل، كراماريتش، كوفازيتش، باريتشيتش، بروزوفيتش، تشيليتشاكار، فيتسل، هازارد، تصويبه على المرمى. الله على هذا التألق، على هذا الحارس، على هذه المباراة الكبيرة ليقدمها الجول كيبر. تيليمانس قام بما هو عليه مطلوب منه بالضبط، ولكن حارس المرمى يتمكن من إبعاد الخطر. كرة عرضية، ممتاز في تشتيت الكرة بعيدا، تروح الكرة للجهة الأخرى، ضغط كبير يساعده في استعادة الكرة. روزوفيتش بدون مخاطرة يعود بالكرة، تشيليتشاكار يلعبها على اليمين. لعبة جميلة هنا، يلعب الكرة إلى الوراء، لاعب في وضعية رائعة جدا لمنع الكرة الأخيرة. تيليمانس، هذه لعبة خطيرة هنا، الكرة العرضية من كاراسكو، كاراسكو يتلقى الكرة، لمسة على اليسار،
إيدن هازارد. هازارد باتت ومرت وسط فرصة من جديد. هدف بلجيكي. قدرات خاصة لا يتمتع بها إلا القليل. التمركز شيء أساسي في هذا الهدف. هذه قدرات خاصة، هذه مهارات خاصة لا يتمتع فيها إلا القليل. التمركز، التموقع، سرعة ردة الفعل، انتباه لكل كرة في الملعب، استغلال الفرص، هذا أمر كبير جدا. يتقدم بهدف نظيف، تقدم مستحق بصراحة. تلعب الكرة إلى الأمام، يحاول إيصال الكرة إلى الأمام لكن الكرة خاطئة لا تمر. تمريرة طويلة في اتجاه ممتاز إلى هازارد. كاراسكو، كرة طولية في المساحة الخالية. كوفازيتش، ريبيتش، تغيير اتجاه اللاعب على اليمين. كرة عرضية، كرة عرضية بدون تركيز. والآن نهاية الجزء الأول من هذه الحكاية، نهاية الشوط الأول في هذه المباراة. على الرغم من قبول هدف في مرماهم، لكن في رأيي الشخصي لا داعي للخوف لأنه عندهم وقت طويل بداية اللعب. سنتابع معا أحداث الشوط الثاني. كرواتيا لا يجب أن يفقد أعصابه لأنه لم يخسر رهانه بعد. ما زال أمامه 45 دقيقة قادر فيها على التعويض، على العودة. يخلص الكرة عن مناطق الخطر. لوكاكو، لوكاكو، تصدي رائع جدا من الحارس. ردة فعل غير عادية اليوم في هذه المباراة بالذات، يظهر لك مدى براعة هذا الحارس. إبعاد الكرة مطلوب هنا. يحاول استفادة من زميله في جانب الملعب. تعود مرة، ضربة رأسية، يتعامل مع الكرة بلا أي تعقيدات. دي بروين، هازارد، كراماريتش. كرة خرجت إلى ربية جانبية. يتفوق في المواجهة البدنية، يحصل على الكرة، يفضل العودة بالكرة، يبحث عن لاعب في المنطقة الأمامية. باريتشيتش، وستكون هنا رمية تماس. عدت الكرة والآن فرصة موجودة. كرواتيا كان في بعض التسرع هنا، لكن تكرار المحاولة راح يكون أفضل بالتأكيد. محاولة لخلق فرص هجومية، الآن فيه لعب هجومي. كرة من جهة اليمين، باريتشيتش يبعد الكرة. Let's go.
هازارد ولا لديه فرصة. أعتقد أنها بالفعل مخالفة، يتفق معي ربما حكم المباراة، يطلق صافرة نعم بطاقة صفراء، قرار سليم للحكم. الكرة في المرمى، يا سلام، إنها لحظة من لحظات الإبداع والإمتاع في عالم المستديرة. لم يكن من الممكن إيقافه، عنده مهارة كبيرة استغلها في ترجمة الركلة الحرة إلى هدف بكل دقة، وكان يعرف مسار الكرة بشكل جيد، حطها بشكل رائع في الشباك. هدفين مقابل لا شيء. يلعب كرة بينية عند المساحة الخالية على الطرف، لكن الكرة العرضية يتم إبعادها. ألدر فيرر بمبدأ الأمان يعود بالكرة. دي برويلر، أعتقد أن الخسارة أصبحت حتمية اليوم، لم يقدم الفريق أي شيء بصراحة يذكر تقريبا في هذه المباراة، عليه تقبل الخسارة وهذا اليوم السيء. يحتسب الحكم ركلة حرة. ربما كان يستحق البطاقة لكن الحكم اختار انذار شفهي للاعب. كرة إلى الأمام، تدخل وحكم اللقاء يشير إلى وجود ركلة حرة. كاراسكو وهكذا انتهت المباراة مع انطلاق صافرة الحكم.